نحن ضد التوريد، لا في القرية ولا في القبيلة ولا في السلطة. وتوفير فرص العمل للشباب، وتوفير فرص العمل للشباب. سيظل همنا الرئيسي العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين ومواصلة الإعمار والتنمية في الوطن ليتحقق لأبناء شعبنا طموحاتهم في حياة حرة كريمة وآمنة ومستدامة. عندنا حرية صحافة، عندنا احترام. كلام البلاطجة لن يمشي في الشارع، بلطجية مستعجرين معروفين من هم الذين يأجروه. يا شباب عنده خرجتوا مع المؤتمر؟ ايوه خرجنا في التحرير. كم كان يدلكم عشاء صبوح؟ والله العظيم ان احنا نرقد، وهذا اقسم بالله العظيم ان احنا بدون حزيان. اقسم بالله يا اخي وكثر الزحمة يا عم، مش لي معورات وصفة الكرامة على ايش؟ قبل 11 شهرا وأربعة أيام أنني سأتخلى عن الصف. كنت رافضا تماما، رافضا تماما للترجيح والقبول بالترجيح. أدعو مع الأمن، أدعو مع الاستقرار، أدعو مع تداول السلمي للسلطة. مع تداول السلمي للسلطة أهلا وسهلا، تحياتي لكم الأخوة والأخوات، قيادة منظمات المجتمع.